دق الحزب التقدمي للشراكي ناقوس الخطر التربوي داعيا إلى إعداد خطة طوارئ تمكنها من استيعاب أعداد الطلاب الذين سوف ينزحون من الجامعات والمدارس الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية. النائب أكرم الشيب وفي مؤتمر صحفي بعد اضطراره لنقل مكان انعقاده إلى مدخل المبنى لظروف العتمة بسبب انقطاع الكهرباء قدم اقتراحات تتعلق بقطاعي التعليم الرسمي والخاص، مطالبا الوزارة تحديد الخيارات لجهة فتح المدارس وضمان الوصول إلى كل الطلاب في كل المناطق، لا سيما موضوع التعليم عن بعد الذي يحتاج إلى إنترنت سريع ومجاني بالتأكيد. البنى التحتية، إجراءات التشغيل، تدريب المعلمين، والأهم ضمان الوصول إلى كل الطلاب في كل المناطق اللبنانية، هذا إذا ما توفرت الكهرباء. 2. العمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل والمحروقات لمولدات الكهرباء وللتدفئة في المناطق الجبلية. 3. فتح شعب جديدة. 4. إعادة فتح المدارس المقفلة. عندنا 70 مدرسة رسمية مقفلة مع الأسف، وفي أساتذة يعني بيتقاضوا معاشاتهم، منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل. إمكانية اعتماد الدوامين حيث تدعو الحاجة. البعض يلقي اللوم أيضا عليكم بأنكم جزء من مسؤولية تتحملون في المرحلة السابقة حول هذه المطالب التي تفضلتموها. دورنا كان بوزارة التربية دعم المدرسة الرسمية، دعم الجامعة اللبنانية. وصلنا على الوزارة بظروف كتير صعبة، كل بيعرف قصة أحمد الجمال. تقدرنا رجعنا لنظمنا موضوع التعليم العالي، أخذت فترة زمنية بظل الصراعات السياسية الموجودة بالحكومة. أكثر من مرة أرسلنا ملف العمدة، ومع رئيس الجامعة حاولنا بموضوع التفرغ بأكثر من مرة، لكن كما قلت يظهر أن هناك قوة خارقة هي القوة المذهبية والسياسية في هذا البلد. الوضع صعب نعم، بس لما يقرروا يحطوا مبلغ 1200 مليار للزراعة والصناعة والصحة، وهو مبلغ كتير مهم، لكن يظهر أنهم مهتمين باللجان، مهتمين بتضييع الأرقام، ومهتمين بانتقاد الناس وأنهم تحت بين هلالين، يعني في من يحاول المؤامرة عليهم وهن المؤامرة بحد ذاتها. وزير التربية دق ناقوس الخطر بالأمس وطلب مساعدة الدول المانحة. أقل واجباته كوزير مسؤول عن هذا الملف الأهم. شيب طالب بإقرار سريع لاقتراح قانون اللقاء الديمقراطي لجهة استثناء التعليم الرسمي من عدم التوظيف وحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية والحفاظ على علاقة الثقة مع الجهات المانحة من أجل استمرار دعم تعليم الطلاب اللبنانيين والنازحين السوريين.